بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتوجه بالشكر لمنبركم الكريم عبير، ونحن في هذا الاحتفاء الذي يتزامن مع الذكرى 19 لعيد ميلاد ولي العهد المحبوب مولاي الحسن، وكذلك يتزامن مع ذكرى الرسالة الملكية لمولانا المغفور له الحسن الثاني، مناسبة اليوم الوطني للمسرح. وأنا سعيد جدا بالتواجد في هذا المولود الجديد، وهو مدرسة التفتح الفني التابعة للمديرية الإقليمية لمدينة السلام، مديرية الإقليمية للتعليم. وكانت مناسبة بأننا يعني حضرت كلجنة لانتقائها صناع هذا الحدث في بادئ الأمر، وكذلك تزامنت مع تكريم أخي وتوأم روحي الفنان أنور الجندي. فلا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر للسيد سعيد حيان الذي أبى إلا أن يكرم أسرة آل جندي في شخصي المتواضع. وكانت مناسبة طيبة الحمد لله أن تم التلاقي ما بين الإبداع والفن والثقافة والعلوم، فكانت مناسبة طيبة الحمد لله. فنشكر كل القائمين على هذا المنتوج وهذا المولود الطيب، وشكرا مرة أخرى لمنبركم. السلام عليكم، معكم سي محمد المتوكل، فنان مغربي من مدينة سلا. نحن الآن هنا في قاعة هوليوود بحي كريمة، حيث الدورة الأولى من مهرجان الأفلام القصيرة الذي تنظمه مؤسسة التربية والتكوين بشراكة مع مجموعة من المؤسسات. المهرجان جاء متزامنا مع عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن. الدورة ناجحة بكل المقاييس، التي يعني عرفت تواجد مجموعة من الوجوه الفنية. أتمنى التوفيق والنجاح للدورات المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنتواجدوا في السينما هوليوود في مهرجان فينيكس. انا جيت سعيده وجيت مسروره بوجودي اليوم مع بزاف المؤسسات. الفيلم ديالنا بعنوان ارقام وانغام، كدوري كمخرجه في فيلم بعنوان ارقام وانغام، كان واحد الدور اللي هو زوين وصعيب في نفس الوقت، بحال اللي كنقول بحال ديما زوين لانك كتعيش وكتعرف الدور ديال المخرج وكتعرف الاجواء ديال السينما كيفاش دايره، وصعيب انك باش كتاثر التلاميذ وباش تسيرهم. وكنشكر جميع المدارس. بالنسبه للنيفو ديال الكومبيتيسيون كانت جد رائعه، يعني كان واحد الجو اللي هو يعني اول مره كنعيشوه وفرحانين بزاف بوجودنا معهم. السلام عليكم. اولا هاد الفكره اللي جاتنا باش نصايبوا الفيلم كانت من الاحسن، وكنشكر المساعده ديالي مع اللبار اللي صايبات الاخراج، وانا ككاتب السيناريو. صراحه هاد المهرجان خلانا واحد الفرصه اللي نخدموا مزيان، وصراحة كان هادشي كامل في المستوى للأفلام اللي حنايا ضدهم ومشاركين معهم. السلام عليكم، سميتي مروة الزاهي من ثانوية لسان الدين بن الخطيب بصلاحي كريمة. اليوم أنا مشاركة في هذا المهرجان السينمائي اللي كيتنظم كل سنة تحت تأطير أستاذة بوفارس ثانوية لسان الدين بن الخطيب اللي منظمه جمعية فينيكس. مشاركة ممثلة في فيلم زمن البعد اللي كيتحدث
تحدث على أوضاع الدراسة في فترة كورونا. السلام، معكم تلميذة هدى طنان من مؤسسة ثانوية أحمد شوقي، بصفتي كمشاركة في هذا المهرجان هذا. الصراحة عجبني هذا الشيء هذا بزاف، اللي عطاونا فرصة بأننا نبينوا على القدرات ديالنا وشحال من حاجة. والعنوان ديال الفيلم في القبح جمال، اللي كيبين بمجموعة من المشاكل والظواهر التلوث. السلام عليكم، أنا هبة العسري من يافعة التوحدية بتمرينة أبي شعيب دكالي. أنا هي بطلة ديال سرية الوثائقي. كنبغي نذكر رئيس أطر تربوية سي بن حمو وزوجة ديالته يا حنان دواح. كنبغي نذكر الناس، كنبغي نذكر في هذا المنبر هذا، كنبغي نذكر الناس اللي حاضرين معنا، وكنبغي كنذكر مؤسسة بوشعيب دكالي اللي تأذن بينا، وكنهديهم وكنفتخر بهم. صراحة تجربة زوينة أننا نشاركوا أول مرة في المهرجان ديال السينما، وبالخصوص أن مدرستنا عطاتنا فرصة أننا نشاركوا وثقت فينا، وكان فيلم زوين. كنت أنا المخرجة ومعايا ليكيب ديالي الممثلين، صراحة تجربة زوينة بزاف. بالنسبة لي هذه أول مشاركة ديالي في شي فيلم، وديجا كنت ندير المسرح من الصغر ديالي، والتجربة كانت زوينة بزاف. وكنشكروا المؤسسة على هذا الشيء اللي فكروا فيه يديروه معنا، وكنشكروا جمعية لايت اون على هذه المبادرة اللي داروا الدراري ديال سلا وكل شيء، وشكرا. زوينه بزاف وتبارك الله عليكم، بغينا نشوفوها عاوتاني مره اخرى وتبقى مطوله دائما. السلام عليكم، الاسم عز الدين ايت العربي، مشارك من ثانويه عباس محمود العقاد. مشاركين انا واصدقائي بفيلم الحفره. الحفره هي حفره في سور مدرسه، حاولنا ربطها بحفر اخرى كتعليم لمعالجه التعليم لدينا في المغرب بصوره تربويه. كانت مشاركه بالنسبه لي مشاركه مميزه جدا، لأنها فتحت لي المجال على مجموعة من الأشياء، مجموعة من الصور التي لم أكن أعلمها عرفتها عن طريق هذه المشاركة. اليوم حنايا في الدورة الأولى ديال مهرجان فينيكس، مديرية جهوية الرباط سلا القنيطرة. اليوم حنايا كنشاركوا بفيلم غاتفوت، هو سيتان درام سوسيال اللي كيعاود القصة ديال واحد الدري اللي كيحاول يبدل حياته أو بيغ، ولكن في الأخر كيستنتج بزاف ديال الحوايج. أون باراليل مع لي بيريبيسي كنلاحظوا كاينين دي ميساج دي فلاش على واحد الكومينوتي من المجتمع ديالنا اللي ما عندهاش واحد الانتيغراسيون توتال في السوسيتي ماروكان اون سبيسيفيك وسوسيتي دو موند اون جينيرال. السلام عليكم، معكم إلهام المللي، اطار تربوي في اعداديه محمد عابد الجابري. كنشكر المهرجان على هذه الفرصه اللي تاح للتلاميذ من اجل التعبير على مواهبهم السينمائيه. شاركت الاعداديه ديالنا بفيلم احلام، وكنتمنى من المهرجان يتكرر السنوات القادمه ان شاء الله. شكرا.